هذا وتولي قوة دفاع البحرين أهمية خاصة للعمليات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لما فيه من تحقيق السلم والأمن على مستوى المنطقة والعالم، ولم تقتصر إسهامات قوة الدفاع في تحقيق الإنجازات على المستوى المحلي، بل يشهد العالم بدور قوة دفاع البحرين في حفظ السلام في المنطقة وحماية السلم العالمي. أولت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اهتمامها لمشاركة الدول الشقيقة والصديقة في عمليات مشتركة تهدف إلى حفظ السلام والأمن في المنطقة والعالم، ومن أهمها مشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني في حماية ناقلات النفط أثناء حرب الخليج الأولى، ومشاركة وحدات قوة دفاع البحرين في حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة عام 1990 بجانب القوات الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني من خلال السفينة صبحة في عمليات الحرية الدائمة في بحر العرب عام 2002، ومشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني في عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الخليج العربي عام 2006 وحتى يومنا هذا. هذا بالإضافة إلى المشاركة في نهاية عام 2014 في الجهد الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي ودعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقوات من قوة دفاع البحرين عام 2015، تأكيدا لدعم البحرين ووقوفها التام والثابت مع الأردن الشقيق فيما تتخذه من إجراءات وخطوات حاسمة للقضاء على الإرهاب، والمشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل عام 2015 تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، والتي جاءت استجابة لطلب السلطة الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة. وزفت مملكة البحرين مجموعة من أبنائها البررة الذين استشهدوا أثناء قيامهم بتأدية واجبهم الوطني المقدس، وأكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أن هؤلاء الشهداء الأبطال نالوا أعلى مراتب الشرف وستبقى أسماؤهم خالدة مضيئة في تاريخ البحرين المجيد. وتسهم قوة دفاع البحرين بالإضافة لمشاركتها في المهام القتالية في المساعدات الإنسانية والإغاثية، ولها دور كبير ورائد في تقديم المساعدات الإنسانية لشعوب العالم التي تتعرض للأزمات والكوارث بسبب الحروب أو بسبب الكوارث الطبيعية، فهي تساهم بشكل فعال وملموس في تقديم المساعدات بتوجيهات سامية من جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله في رسالة سلام وإخاء للعالم والإنسانية بأسرها. فقوة دفاع البحرين رسالة خير وسلام من البحرين إلى الإنسانية كلها، والسلام والإخاء والتعاون سمة مملكة البحرين مع جميع شعوب وأقطار العالم. ففي عام 2015 قامت قوة دفاع البحرين بتقديم يد المساعدة والعون للشعب اليمني الشقيق في إطار عملية إعادة الأمل، حيث أصدر جلالة الملك المفدى القائد الأعلى توجيهات بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة هي الأكبر في تاريخ البحرين للشعب اليمني الشقيق، حرصا على تخفيف المعاناة الحياتية للشعب اليمني. وشارك طاقم سفينة مملكة البحرين صبحة في مهمة إعادة الأمل، وساعدت جهودهم العسكرية في تأمين منطقة بحر العرب، ما سهل في وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كل الأطراف التي تحتاجها. كما قامت مملكة البحرين بتوفير المساندة الإنسانية إلى جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة، حيث وصلت إلى العاصمة النيبالية كاتماندو طائرة الشحن الإغاثية البحرينية وعلى متنها 30 طنا من المواد الطبية والإغاثية والغذائية بعد أقل من أسبوع بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في أواخر إبريل عام 2015. إن كل من يقف عن قرب على جهود قوة دفاع البحرين
يشهد على مدى التطور الذي حدث في أدائها وكفاءتها القتالية، وهو ما أثبته الجندي البحريني في كل ميدان عمل شارك فيه بجهده وعمله وإخلاصه المتميز، خاصة ذلك المرتبط بالدفاع عن أي جزء من أرضه، حتى نال استحسان الجميع في داخل الوطن وخارجه.